بسم الله الله أكبر كبيرا سبحانه بكرة العاصية. الآية التالية يقول مولانا سواء سدير بورديوس إكلاترال كفو مزيكسبرمي تو با و تو هو سيت إكلاترال سيت توتا في إيقال بورديوس إن يبا لا ديفرنس كفو considérée comme une différence. سواء منكم من أسر القول استدير il s'exprime en secret, s'exprime sans bruit, etc. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به c'est-à-dire qui rend son discours bien clair et net. سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخدم بالليل ولا اللي كي سكاش لور دو لا نوي هو il est plus visible. Or pour Dieu tu es visible que tu sois en pleine lumière ou au fond des ténèbres. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار. سدير سارب بالنهار يعني ناس كل ترى يتحرك، ناس كل ترى تخبى، ناس كل شافوه اقترف جريمة ولا أنقذ حيوان من موت ولا كان يهدده. والسلام علينا أهل الإسلام التمام والكمال.